ليك وين كنا وليك وين صرنا؟ قال لي صاحبي اللي بعلمي قلت لي انه في اتفاق اقليمي دولي على حل بلبنان. والله معلوماتك قوية، هياها كربجت. انا صرت حك براسي وما جاوبت دغري، نطرت شوي وغيرت الموضوع. يابا شو رح تعمل بالانتخابات الجاية؟ ناوي ترشح حالك؟ ما خلصت اخر كلمة الا وشفته وقف وقال اختك على اخت الانتخابات. وليه وين بعد في مجلس نواب؟ وين بعد في قانون انتخاب؟ وين الحكومة؟ وين رئاسة الجمهورية؟ وين القهوة؟ مش عازمني على قهوة؟ قبل منها بشوي كنا سمعنا انه جلسة مجلس النواب فرطت للمرة العاشرة، مشاريع القوانين دبلوا بالجارور، مصالح الناس معطلة، النواب عم يقبضوا رواتب، ومعظم الشباب قاعدين بلا شغل. انت عن جد ما بينحكى معك؟ على طول معصب. روح شف لك حكيم اعصاب وتبقى مرق لي عنوانه. هذا رأيي، فكر فيها.